هاد الكتاب هدايا صافي بيان لونطون مي كنت حابب ندير كتاب نحكي عليه ميم كي يكون صغير كنت حابب ندير كتاب سوا تاع حياتي تاع بيوغرافي تاعي ولا تاع لي تكنيك ولا تاع جودو باش يقع توجور لولادي لعائلتي العائله تاع جودو كي نقول عائلتي ميم جودو سي العائله تاعي جو مسي اونغاجي درت هاد الكتاب هدايا اللي عملت فيه صور من الطفوله من كنت صغير دونك حتى العمل تاعي واش راني ندير اونك اكسبير خبير دولي في رياضه الجيلو شهادات هذوما على كل حال نشكر السيد علي البيب وزير وسيد درواز الوزير وبرناوي الوزير ونشكر تاني سيد بيراف دونك هادو كاع يتك اللي كانوا كاع الشهاده تاعهم سما كيما يقول لك التعاون صافي بليزير سما تقول بلي الحمد لله مدينا في الجيدو الجزائري مدينا سما عندنا بلاصتنا في الجيدو هذا في التاريخ الجزائري في رياضه الجيدو داوني رحنا فريق الوطني رحنا الوقت هذاك للطليان ليطاني رحنا ل سيتا دال باليو شو على كاين يوم سيتا دال باليو كنا هذيك خرجه الاولى تاعنا راك تعرف صغر انت يا انا الوقت هذاك كابه في بوزري عبد بوزري بوزري دوك الطليان راك شايف كيفاه من الظلمه للضو ديريك دونك لي كومبلي ما رقدناش انت تشوف عالم واحد اخر ما تشوفهم غير في التلفزيون تشوف الضو هذوك الترقان شابين كل تشوفهم غير في التلفزيون الوقت هذا كل تشوفهم اون لايف سما اون ديريك دونك ما رقدتش حلات لي ما رقدتش نشوف من التاقة نشوف قدامنا دونك ما رقدتش مليح والوقت هذاك الدور الاول خسرت الدور الثاني خسرت مع اول بطل اولمبي هذاك مادالوني ايطالي خسرت معه في الدور الثاني وباك يا عيز زعف عليا على كل حال كنا صغار هكذا زعف عليا قال لي انت ما رقيتش وقدامنا ولهي كي دخلوا الجزائر دخلنا الجزائر صحابي كاين تورنوا واحد اخر في فرنسا تاع بلومينيل الوقت هذاك كنا نروحوا كادي وجينيور معاهم وصل الوقت هذا كان اخويا الكبير كان مدرب تاع لي جونيور كي سمع قال لهم غير نحوه ما تدوهش نحوه كيما كان الحال يعيش مازال دوك يتفكر يضحك قلت له نحيت لي في جالك نحاولي ما كان حتى اتليت لي ديسيدي حتى رياضي يقول لك انا ما حبيتش نطلع ولا ما كاش من هادي دونك انت راك اتلات عندك الدوله تاعك تبعها يقول لك تلعب اللهم بارك ما تلعبش انا لحقت ال 11 ونص تاع الليل في الالعاب الاولمبيه عطاولي الاوكي عيطوا لهم قال لهم صح لازم يلعب دونك انا كي دخلت ولعبت مع بون ماشي لعبت معاه ضربت معاه كل حد ضربت معاه كيما يقول لك افون لاكاس درت معاه الكيرال تما معاه وفزت عليه كي سقساوني من بعد مع كي خرج وكذا قلت لهم كي خرج من الكومبا قلت لهم تفكرت الغزوات قاعد تفكرت يقدر الى ربي كتب زهر يروح واحد خليني من الدون باسكو كاين لي كارت هذوك اللي يعطوا لك صدقه دونك كي نشوف التحضير تاعهم انا اولا كي نشوف التحضير ما حضروش يوجعني قلبي كي نشوف رياض جيدو يوجعني قلبي وليت نحشم
نحشم بارابور كيسقسوني الناس يقولوا لي كيفاش جيتو، نحشم باسكو المستوى راهو انا شفنا البطوله الجزائريه اللي جازت مستوى ضعيف، و سي با لا فوت و رياضيه اللاعبين ولا دونك لا فوت تاع لي جون كي جير لو جودو. الحل هي الراجل المناسب في المكان المناسب، هذا هو الحل، هذا هو الحل. لازم لي جودوكا كاع يديروا اليد في اليد، لازم يديروا اليد في اليد، يديروا اليد في اليد. خويا نجيبوا واحد اللي صح يحب جيدو ويعرف جيدو، اولا يكون دار جيدو، ثانيا مينور دوم تما ما كاش تما عنده كلمه، ماشي يحضر يعاود يدور، عندك كلمه وما يكذبش وعنده شجاعه ويحب الجيدو. خويا راهو الاب تاعي، راهو هو اكتيالمون راهو ديريكتور دي ليديكاسيون كوتشينغ مونديال، راهو في العالم دونك حاكم جيدو في العالم، وراهو يعاون من بعيد الجزائر اللي كاين الناس ما هضروش عليها، لي زاكاديمي هذوما اللي تحلوا في الجزائر سي غراس محمد ميريجا، اون كولابوراسيون مع بيراف كوميتي اولمبيك. هذيك الناس ما كاين الناس ما يحكوهاش، يقول لك محمد ميريجا راهو لهيه بالك ماهوش يعاون ماهوش يعاون قدامي، بصح كونترير هو يعاون. انت الاكاديمي راه عندك بريسك شحال ايكول هنايا اللي دار لك بعد. راني بديت في هذا الكتاب الجديد هذا ان شاء الله عن قريب يخرج، هذا كتاب واحد اخر تاع هي سبيسيالمون تاع بور لي تكنيك تقنيات تاع الجودو اللي ما كاش بون حنا في الجزائر ما كاش منهم، دونك ان شاء الله هذا ياخذوا عليه ليكزومبل ينفع لكاع المدربين الجزائريين ولا الدوليين ثاني في هاد التقنيه تاعهم. دونك تاع الكتاب هذا يخص نروي عليه على تاع لو باساج دو غراد، كيفاش من الحزام الابيض حتى الحزام الاسود.